قناة السلف الدعوية للمرئيات تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه، فجعله سميعا بصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل الظلمة نورا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، جاء مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عباد الله، إن المواعظ لهي خير الأدواء لأمراض القلوب، وإن من أعظم العظات تذكر اليوم الآخر، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم تذوب فيه الفوارق وتبين فيه وجوه الحقائق وتنطفئ فيه من النفوس حظوظها، ويكون فيه اللقاء الأعظم والمواجهة الكبرى، إنها مواجهة الإنسان بكل ضعفه مع الله. وحينئذ يجد كل إنسان ما قدم وأخر. يقول الله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. واليوم الآخر أو يوم القيامة خصه الله تعالى بالذكر لإثبات الملك لنفسه فيه، مع أنه مالك الأولى والآخرة، لأن الملك في ذلك اليوم ليس فيه شبهة لأحد ولا متعلق لأي إنسان. أما في الدنيا فالملك يقول أملك، والسيد يقول أملك، ورب الدار يقول أملكها. يوم القيامة لا يوجد لأحد شيء من الملك. يوم القيامة الذي ورد ذكره في القرآن في 70 موضعا، ومما جاء في كتاب الله: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى اختص بعلم الغيب، وخفي علمها على أهل السماوات والأرض، واشتد أمرها عليهم فهم من الساعة مشفقون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فهو سبحانه وتعالى المنفرد بغيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. الله أكبر. إنه يوم عظيم، يوم القيامة، يوم البعث والنشور، يوم الآزفة والتغابن، يوم الجمع والحساب، يوم الحسرة والحاقة، يوم الخلود والخروج، يوم الغاشية والطامة، يوم القارعة، يوم الواقعة والوعيد، يوم الفتح والفصل. إنه يوم الدين، وهو يوم القيامة. الله أكبر. ما أعظم وقع هذه الأسماء على القلوب، وما أخوفها، فكيف بالعبد وهو في ذلك اليوم وقد آن أوانه وقرب مجيئه؟ والله سبحانه وتعالى يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ولكن الناس في غفلة عنها معرضون، ساهون يلعبون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولعل بعد هذه الأخبار المفزعة المخوفة والأسماء العظيمة سيأتي اليوم الذي تظهر فيه الآيات الكبرى، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن شاخصا بصره يرقب الإذن من الله. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، وتتوالى حينها أشراط الساعة، ويزداد خوف الناس. عباد الله، وفي آخر عمر الدنيا الفانية، في يوم جمعة كيومنا هذا، ما بين فجر وطلوع شمس، ينفخ في الصور نفخة الفزع،
ولقوة النفخة يفزع الناس اتجاه الصوت، وهي صيحة طويلة ذات هول عظيم، فيرتاع كل من في السماوات والأرض. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. وأول من يسمعه يا عباد الله رجل يلوط حوض إبله، قال صلى الله عليه وسلم: فيصعق ويصعق الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيضا: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. هذا يوم رهيب يذهل فيه اللبيب، ولو دام للعاقل ذكره لأذهب عنه لذة العيش وأنساه نعيم الدنيا. وفي تلك الصيحة يا عباد الله التي تصم الآذان يحدث خراب العالم بأكمله، وينقض نظامه، ويأتي يوم الحساب. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، ففيها تهتز الأرض وتضطرب وتتفتت الجبال. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، فالأرض تتزلزل وتكون الجبال كثبان رمل بعدما كانت حجارة صماء. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وتشتعل البحار نارا، فإذا البحار سجرت وتنشق السماء وتتصدع وتتساقط النجوم وتتبعها الكواكب واحدا تلو الآخر. وذاك في قوله تعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وتجمع الشمس بعضها إلى بعض، تلف ويرمى بها فيذهب نورها، وتتناثر النجوم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وهناك تفزع الأبصار وتتحير القلوب من شدة الوقع والخوف. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان: أين المثر؟ فذاك يوم الفزع والذهول، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينفخ في الصور مرة وينفخ في الصور مرة أخرى صعقا، فيموت أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله أكبر. اللهم سلم سلم. وعند نفخة البعث يا عباد الله تتشقق الأرض ويخرج الأموات من الأجداث يوفضون، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. وهذا يوم عز للمؤمنين وذلة للكافرين، ولكثرتهم كأنهم جراد، ويتستر بعضهم ببعض خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون: هذا يوم عسر. وهذا اليوم الذي يخافه المؤمنون، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وهو اليوم الذي ينقطع فيه التفاخر بالأنساب والصحب والولد. يا من تفاخر بالنسب والولد اسمع قوله: فلا يسأل أحد عن أحد، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. عباد الله، إنه اليوم الذي تشهده الملائكة والرسل، ويحشر فيه الخلائق جميعا من إنس وجان وطير ووحش ودواب. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. فيبرز الخلائق حفاة عراة لا شيء يظلهم، قد علم الله جهرهم وسرهم، يقومون طويلا
فتخفت أصواتهم وتسكن حركاتهم خوفا ورهبة، وتأتي الآية التي تدل على دنو الله سبحانه. يا لها من آية عظيمة، يا لها من آية عظيمة، تأتي الآية التي تدل على دنو الله من عباده للحساب، حين تنشق السماء وتنفطر وتنفرج بالغمام، ويحضر كم هائل من الملائكة لا يعلمه إلا الله، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. هذه الآية إيذان بأن الله عز وجل سينزل للقضاء بين العباد والحساب، وأشرقت الأرض بنور ربها، ويقوم الملائكة لربهم قيام تذلل وخضوع، صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ويؤتى بجهنم، ويؤتى بجهنم سعيرا، تجرها الملائكة جرا، ولها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها، كأنها الزرابي لها شهيق وهي تفور. فأول من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. اللهم سلم سلم، حتى إن الشمس والقمر مكوران فيها كهيئة ثور، أو ثوران عقيران، فما أكبر حجمها مقارنة بالشمس والقمر اليوم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، يوم عظيم يشيب له الولدان، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، جاثين على ركبهم جثو العبد لسيده لشدة الهول. ولكم أن تتخيلوا عباد الله، وأما المظالم فتخضع الوجوه وتنقاد وتحشر الوحوش للقضاء، فيقتص الله حتى للحيوان من الحيوان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، ولا تؤدن الحقوق حينها إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فهذا يوم الظالمين لا معذرة لهم بعد أن همهلهم الله في الدنيا. فعلى كل ظالم أن يتحلل، وإلا فإن الخطب أعظم مما تتصورون، حتى الموؤودة تطلب حقها من الذي وأدها. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. ما أعدل الله، وهو الحق، وذاك يوم العدل، سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا. ويتحقق ما كان عزاء المظلومين الذين لا ناصر لهم إلا الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا قبل أن تبادروا، فالأمر بيد الله إذا أراده، إنما أمره أن يقول له كن فيكون. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، فيا عباد الله، مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إن قيل نور الدين رحت مسلما، فاحذر بأن تبقى وما لك نور. ماذا تقول إن نقلت إلى البلاء فردا، وجاءك منكر ونكير؟ ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير، وتعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور؟ ووددت أنك ما وليت ولاية يوما، ولا قال الأنام أمير. أرضيت أن تحيا وقلبك دارس عافي الخراب وجسمك المعمور؟
مهد لنفسك حجة تنجو بها يوم المعاد ويوم تبدو العور. إذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تعلقت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت وتقول للأملاك أين تسير. فهذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المصر على الذنوب دهور. عباد الله، بالرغم من هذا كله إلا أن أهوال لا تزال بالعبد يوم القيامة حتى يضع أول رجل في الجنة، هناك خلود ولا موت، في نعيم مقام منعم أبد الآبدين. ومن هول يومئذ يأتي الناس فرادا بأمر من الله، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فلا صحب يناديك ولا زوجة تهنيك ولا ولد يبكيك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ويفتح كتاب العبد ليقرأه وما فيه، ولا يخفى على الله من شيء، ويشهد كل واحد بالعدل للملك الديان بلا زيادة ولا نقصان. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فلا تظلم في ذلك اليوم نفس، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيتحسر المجرمون والمضيعون لأوقاتهم، والمشركون يندمون أيما ندم يوم لا ينفع الندم، حينها يتمنون الرجوع، ولكن وعد الله حق ولا يخلف الله عهده. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأين الأصدقاء حينها؟ أين الذين يدعون الأخوة اليوم، الأخوة الزائفة؟ إنهم في ذلك اليوم كما أخبر الله تعالى أعداء بينهم عياذا بالله، الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيقف كل مجرم منهم ناكس رأسه بين يدي ربه خائفا يترقب، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولكن هيهات هيهات، لا ينفع الظالمون معذرتهم ولا هم يستعتبون. ويسلسل المجرمون بالأصفاد، سرابيلهم من قطران، وبدا لهم من الله ما كانوا يحتسبون، فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون، فيتخاصمون في النار، هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. عباد الله، إن كل نفس شهيدة اليوم على ما تفعله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلا ينفع حينها ندم ولا توبة، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وكما أن هذا اليوم عسير على أعداء الله، يسير على أوليائه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيتجاوز الله عنها فواتهم ويثبتهم، فيقول الواحد منهم فرحا وسرورا لمن لقيه هاء مقرأ كتابيه لعلمه بالخير الذي فيه، وينجي الله المتقين بمرورهم على الصراط. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم، يسحب سحبا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ويتحقق وعد الله للأبرار، فلا يحزنهم الفزع، فتتلقاهم الملائكة بالبشرى، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويبعدون عن النار فلا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه،
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فيبشرهم الله ويحيطهم بنور تام يتحرك معهم، يسعى نورهم بين أيديهم وأيمانهم، وتلك هي البشارة العظمى والجزاء الأوفى للمؤمنين. ومن أعظم تلك البشارات دخول جنات النعيم لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. ويساقون وفدا زمراء، جماعات جماعات، وجوههم كهيئة القمر، وتتلقاهم الملائكة بالترحيب والتهنئة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدون خالدين. وسيسمعون أعظم نداء، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ويلحق بهم أبناؤهم وأزواجهم وآباؤهم وأمهاتهم، وتأتيهم الملائكة من كل باب يسلمون عليهم، وينزع الغل من صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فينعم المؤمنون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ملائكة تجول، ونعيم خالد مقيم، وطيب منثور، ومن كل ما تشتهيه الأنفس، ورضوان من الله أكبر. ولعل ما أعظم شيء ويكون ختاما ما في تلك الدار، أو يكون ختاما لهذه الكلمات، هو ما في تلك الدار، هي تلك اللذة التي لا تفنى بعدما يبيض الله وجوه عباده ويزيدهم من فضله، فلا يطمعون بشيء بعدها. إذ الله تبارك وتعالى يكشف الحجاب فيرى وجه الله الكريم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فاللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.